بونزور رورو، بابا. يلا بدنا نروح نجيبك. ايه ميك ماما كفاية عم بتظبط حالها قبل ما تروح على المستشفى. نوسي نوسي ما تفيقوا رورو. مفيقة بدي احس فيها. يلا يا رورو تعالي تعالي ركيني نجيبك يلا. يلا ليه ما كاتبين دعبول؟ اه مش مبينه من تاني ميلي. اه اوكي لا لا مش مبينه حقيقة. بدك تجي بعد شوي؟ ريا يو ار كامينج ريا حي تيتا. شو احساسك بيبي اول ليله بالمستشفى؟ كانت بدنا نروح نجيب ريا دعبول. بصيري ماما مشان تعرفي قيمة أمي لأنه منك عارفة قيمة أمي دانيا يا This is the delivery room. Yeah. Hmm. How many of the dogs are there also? رورو بتتذكري شو كنت غني لك؟ يا فلعوصة يا فلعوصة. عندك 10 أصابع يا رورو ولسان كثير طويل. برافو هيدا هو. لا ما بدنا نخربش حالنا بابي. طبعا ريا بعد نايمة. اها من أول نهار اجت وحدة ونص. Juste avant de dormir, ne devons pas oublier t'embrasser très fort là. Toute blanche. Oh, le
زل رياض عبول عم تعمل شاور. خي خي لا شفتي ما اشترك هيك؟ شفتي هيك ما اشترك؟ برافو برافو بيبي رياض. بعدين اما لبيبي رياض، بعدين اما لاما لبيبي رياض. احنا وين جينا بابي؟ جينا على البارك. الله معك. رورو عم تتشمس؟ رورو ايه عم تتشمس انت يا رورو؟ ليك يا كان عندي لعبة صغيرة بلعب فيها وبتسلى، بلعب فيها وبغني، وانكسرت وبكيت كتير. يا من يعلم بالتسبيح يجي يجبر لي اياها وبعطي ليرة وكم شتين، وعيونا سود وحلوين وشفافة رق الفنجان وخرودة تفاح الشام. ما في منها بالصنبور، ما في منها بالبلدان، قد ما قالت بدي اقول اطيب من اكل الراحة، اطيب من اكل المعمول.